السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم من جديد. وشكرا، أولا شكرا لكم على كل التعليقات والتشجيعات، جزاكم الله خيرا، وهذا طبعا يدفعني للمضي قدما في إطراء هذه القناة التي أتمنى أن تكون في مستوى ذوقكم إن شاء الله. ما ترونه اليوم هو نوع من تزيين تريكو. وهو ليس تطريزا يدويا ولا آليا، ولكنه عمل بماكينة تريكو. طريقته سهلة وبسيطة جدا بالماكينة وأنواع. اليوم سأريكم النوع الأول، وسأريكم بعد ذلك النوع الثاني الذي هو هذا، كله بماكينة تريكو. كما ترون هذه الوردة هي بالماكينة مباشرة على تريكو منسوج سابقا أو تريكو قديم، أحببت أن تغيري له شكله. هذه طريقة أخرى. اليوم سأريكم إن شاء الله الطريقة الأولى في الجزء الأول، وسأعمل الجزء الثاني لهذا الفيديو لأريكم طريقة هذه الوردة بهذه الأغصان إن شاء الله. أول شيء أنك تختارين التريكو أو أي قطعة تحبين الرسم عليها أو هذا التطريز، وتختارين أي رسمة تحبين، أي شكل. إذا كنت تعرفين الرسم فيمكنك مثلي أن يعني أن ترسمي مباشرة على التريكو، وإذا كنت لا تعرفين فيجب أن تأخذي رسمة وتعملي المنقال أو البابي كاربون، ثم تضعيه وترسمين ما تشائين على التريكو مباشرة كما نفعل في الثوب أو التطريز العادي أو الرباطي. أنا هنا اخترت هذا بوني صغير، سأرسم عليه رسمة كما أريد، كما يحيي لي خيالي، أيتها رسمة أحببت، مثلا بهذا الشكل. هاي كما ترون هذه هي يعني الرسمة التي سأضع في هذا البوني. والآن سأمر إلى الماكينة لأريكم الطريقة السهلة والبسيطة والتي ستفاجئ. سأبدأ الآن بأول يعني رسمة، أبدأ من هذه، سأخذ هكذا بالقلابة، أضع غرزة هنا، أضع الخيط في الشريو أو العربة، سأمر بسترين وأضيف غرزتين من الجانبين هكذا، سأمر بسترين، سأمضي هكذا وأنا أتتبع الرسمة، وكل مرة أحمل خيط من الرسمة هكذا خيط قريب وأمر بسترين. طبعا العيار يكون في مستوى التريكو الذي اشتغلنا، يعني نفس العيار نشتغل به.
وفقا للخيط المستعمل. هذا الخيط الذي استعمله هو 6، رقم 6، واستمر هكذا وانا اتتبع الرسمة. كل سطرين ارفع غرزة بهذا الشكل واضعها في الوسط، في الغرزة الوسطانية، دائما اتتبع الرسمة. استمر هكذا وأنا أطرز بماكينة التريكو أي رسمة أحببت. يمكنك أيضا عمل ورود، رسمات ورود، أو أي شيء، أو نتوءات. سأريكم هنا مثل هذه النتوءات في هذه الأشياء. كما يمكنك يعني أن تعملي أقل من هذه الغرز، يعني يمكنك أن تطرزي بغرزة واحدة تستمر عليها أو غرزتين حسب يعني السمك أو عرض الغرزة التي تحبين. سأدخل هذا أول خيط، أدخله للداخل حتى لا يزعجني وأنا أعمل. وهي بدأت تتشكل الغرزة. هي كما يعني تلاحظون سهلة جدا، ويمكن يعني إكمالها في أقل من نصف ساعة. يعني كل هذا البوني يمكنك أن تكمليه يعني في ظرف وجيز جدا. إن شاء الله سأريكم يعني مختلف هذه الرسمات في أعمال قادمة بإذن الله، إن عندي الكثير من الأعمال بها في فساتين وفي تريكو دي بولوفير وأشياء كثيرة، وسترون طبعا تنوعها. هاي الرسمة هي ملتصقة تماما مع القطعة. في حالة أردنا أن نعمل بعض النتوءات كشكل دائري أو وردة، أننا نشتغل 6 أو 8 سطور هكذا، ثم من نفس المكان نرفع هذه الغرز هكذا ونعمل أيضا 6 أو 8 سطور. احنا نحن ندور تباعا للرسمة.
وعندما أنتهي أمر بالسطرين وأضع كما بدأت غوزتين فوق الأخيرة وأغلق هكذا. وهكذا أستمر إلى أن أكمل جميع الرسمة. ها هي النتيجة كما ترون، هنا بغرزتين وهنا بـ3 غرز، ويمكنك أيضا كما قلت سابقا عملها بغرزة واحدة. هنا أكملت نصف البوني. أتمنى أن تعجبكم الفكرة، وإلى الفيديو الثاني للوردة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.